سؤال عبر صفحتنا على الفيسبوك من ناجية. ناجية كتقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عافاك أستاذ، بغيت نسولك واش بصح كاين شي حديث صحيح قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام كيحرم ذهاب المرأة إلى ما يسمى بالحمام العمومي؟ هناك أحاديث يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول هذه الحمامات، لأن شافوا هذه الصحابة رضي الله عنهم في الشام وكذا فوصفوها للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عنها. يعني هو نهى من ناحية أن ما يكون فيها من عري وكشف للعورة إلى آخره. يعني بعض العلماء الآن يعني أجازوا للمرأة أن تذهب إلى الحمام، ولا أجازوا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أجازه للنفساء والحائض لتغتسل وإلى آخره. فيجوز للمرأة أن تذهب إلى الحمام وإذا كانت يعني نافس أو للحيض للنظافة من الحيض، وكذلك إذا كان بها مرض يعني البرد وأرادت أن تتطهر من من من, من الأوساخ، ولكن شريطة بشرط أن يكون لباسها شرعيا، لأن العورة ديال المسلمة بين مع خصها المسلمة من الركبة إلى السرة، وعورتها مع الرجال يعني أن لا يظهر منها شيء إلا الوجه والكفان مع الرجال الأجانب مع غير المحارم، أما مع محارمها فيجوز أن يظهر الكتف وأن تظهر الركبة والأسفل وأن يظهر العنق ديالها وشيء من الصدر ديالها هكذا من هنا إلى آخره. نعم، لكن مع النساء في الحمام من الركبة إلى السرة، بمعنى أنه خص يكون عنده واحد مئزر يعني تيكون بحال شميز بحال كذا، تديروا المرأة تدخل به وتتنظف، راه عارفك ملي تقول كتنظف راه تدخل يدها من على كل حال، وهذا عن معروف عن بزاف ديال النساء، والأمهات ديالنا والجدات ديالنا راه ملي كانوا تيمشيو للحمام راه تيمشيو بهذا اللباس هذا، ما كانوش لما جات العهد ديال الفوضى وعهد هاد الفوضى الهستيريا ديال الجينز والهستيريا ديال العرا وديال كذا، راه ولا كلشي كيتعدى رجال ونساء. فلذلك لا انا 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 انهى كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تذهب المراه الى الحمام وتتجرد من لباسها، ولذلك ورد الحديث ايما امراه خلعت ثيابها في غير بيت اهلها فقد خرقت ستر الله عليها، وفي روايه فقد لن تروح رائحه الجنه. ايما امراه خلعت نزعت ثيابها في غير بيت أهلها فقد خرقت ستر الله عليها، أو في رواية لن تروح رائحة الجنة. فنحفظوا هذا النساء الله يجزيكم بخير، نحفظوا بأن لن تروح رائحة الجنة قد خرقت ستر الله عليها. ديرش يعني تنقول حنا الستر تيكون من السرة إلى الركبة، وهذا اللباس يعني تبقى المرأة يعني تكون عندها الشميزي اللي تقدر تدخل يدها من الداخل وتدلك والفور وتنزع عنها الأوساخ. أنا حيت على رقبتي، وهذا السؤال جاء في واحد الوقت اللي سبحان الله العظيم ما كناش يعني ما كنقولش بحال هذه الأسئلة نتلقاها، ولكن احنا تلقيناها وسبقنا تلقيناها سابقا وأجبنا عليها، وهي في الانترنت الآن يعني يستمع إليها الملايين ديال الناس لهذا الأوديو هذا ديال دقيقة ونص في سميتو كسؤال وجواب عن حكم الذهاب إلى الحمامات على كل حال.